الشغل الشاغل بتاعنا وكل الجماهير الاهلاويه بتفكر النهارده في مباراه الوصل الاماراتي ان شاء الله بكره باذن الله يكون المكسب من نصيب النادي الاهلي. محتاجين كلنا هذا المكسب وعارف ان كلنا قلقانين ان شاء الله الاهلي بكره يطمنا ويطمن جماهيره الكبيره جدا اللي دايما وراه ودايما قلقانه عليه. يعني ايضا الموضوع اللي شاغل الناس كلها الحكم سيكازوي ووقف الحكم سيكازوي ولجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي وقفته بناء على ايه؟ هل في فعلا شبهه اختلاس؟ ما فيش شبهه اختلاس. في شبهه رشوه؟ ما فيش شبهه رشوه. هل في قرارات اخذها خاطئه؟ ما خدهاش خاطئه. عايزين نجيب الكابتن شطه على التليفون نساله علشان نطمن الجماهير الاهلاويه في اتجاه لالغاء المباراه او اعاده المباراه، في اتجاه ان الكاس يرجع للنادي الاهلي تاني. كل ده كلام مطروح على الساحة الإعلامية في السوشيال ميديا خصوصا. هنحاول نجيب الكابتن شطة نسأله ونستفسر منه الدنيا ماشية ازاي والاتجاه الحكم ده رايح فين. طبعا احنا كلنا شفنا امبارح في قرار كان بالنسبة لنا وما كانش مفاجئ قوي، لكن احنا اتفاجئنا. هنقول ان احنا اتفاجئنا ان الحكم اتوقف مباراة الترجي في اول اغسطس الانجولي انتهت 4-2 ضربة جزاء مشكوك فيها تماما وهدف صحيح لاول اغسطس الانجولي. الحكم لغاهم او لغى الهدف وحسب ضربة جزاء، مش عارفين كان الموضوع ايه بالظبط. المباراة كانت في الترجي. ايضا بعد وقف الحكم ده بتسع ساعات فوجئنا بتسع ساعات كاملة. فوجئنا، احنا اتكلمنا امبارح بس احنا بنحاول نفكر السادة المشاهدين. فوجئنا بوقف الحكم مهدي عبيد حكم مباراة الاهلي والترجي اللي كان هنا في القاهرة من غير تهم، ان هو احتسب قرارات خاطئة، وده وارد جدا في الكوره عموما، ودي احنا بنقول عليها متعه مش عشان احنا اهلاويه، لكن وارد جدا ان يحصل طرد في لعيب اتظلم ضربه جزاء مشكوك فيها شويه، يعني انذارات، فاولات، اي حاجه وارده في الكوره، اخطاء. لكن رشوه وحاجه شمال، الموضوع ده بعيد جدا عن الحكم مهدي عبيد. حاول كده شام او حد يجيب لنا الكابتن شطه على التليفون عشان الموضوع يعني مهم جدا بالنسبه للجماهير الاهلاويه. دايما بيسالوني يا كابتن ايه موقفنا، يا كابتن هنعمل ايه، يا كابتن احنا هنرد مش هنرد، هنجري ورا الموضوع. اكيد اكيد الاهلي والله العظيم ما بيسيب حقه، ولكن بالطرق المشروعه، ولما يطلع قرارات بتكون قرارات نهائيه. احنا انتوا شفتوا امبارح اول بس ما السوشيال ميديا الاهلاويه، انتوا عارفين جيش بدا يتكلم على موضوع ايقاف الحكم سيكازوي، على طول بعدها تسع ساعات كامله افتكروا ان هم يوقفوا مهدي عبيد عشان يقول لك ما ده توقف. يعني بصراحه كلام قديم جدا والريحه بقت صعبه جدا ومش فاهمين حاجه. يعني احنا مش فاهمين حاجه بصراحه، هم بيعملوا ايه ومش فاهمين هم او اللي بيوقف ده ما بيحترمش ليه مخ وذكاء الناس العاديه، مش الناس بتفكر في الكوره. طيب معايا نجم الاهلي والنجم